في أخبار الرياضة، دافع رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم السوداني الفاتح باني عن قرارات لجنته بشأن الأحداث التي شهدتها مباراة الهلال والمريخ في ممتاز الأسبوع الماضي. وأضاف الفاتح باني أن التقارير التي رفعها حكم المباراة والمراقب والجهات الأمنية أكدت أن المباراة انتهت بسبب شغب جماهير نادي الهلال، وقال إن قرار اعتبار الهلال مهزوما جاء بناء على هذه التقارير، وأضاف أنهم أحالوا الأحداث التي صحبت المباراة إلى لجنة الانضباط. كما قال رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم السوداني الفاتح باني إنهم يقفون على مسافة واحدة من كل الأندية. يجري الهلال تدريبه الرئيس غدا الأربعاء لمنازلة الأهلي القاهري يوم الجمعة القادم ضمن مباريات دوري أبطال إفريقيا مرحلة دوري المجموعات. ويدخل الهلال اللقاء وهو في صدارة المجموعة بعد فوزه على بلاتينيوم النيجيري بهدفين في مستهل مباريات المجموعة. ويدخل اللقاء مكتمل الصفوف بعد أن استعاد خدمات لاعب الوسط نزار حامد دوري أبطال إفريقيا، والذي يجري تمرينه الختامي غداً.